إذن وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد أن هناك ما يقرب من 500 ضحية حتى اللحظة ما بين قتيل وجريح في استهداف هذا المستشفى، مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر. تقارير الجيش الإسرائيلي تقول أن ليس لديه معلومات حتى اللحظة عن استهداف هذا المستشفى. الضحايا ترتفع أعدادهم ما بين قتيل وجريح. الصحة الفلسطينية تتحدث عن 500 جراء استهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والفصائل الفلسطينية تقول أنها ردت على هذا الاستهداف لمستشفى المعمداني برشقة صاروخية صوب تل أبيب. يا رب. يا رب.